جميلة الحمد لله. حنا دخلنا ذاك العام كانت عندي ولادي عامين، كانت عندي صلاة في طنجة، وكان جمهور مختلف على هذا اليوم، فأنا جيت موجد على جمهور بحال هذاك. لما دخلت لقيت الجمهور تيسمع وتيغني معي، فمشيت عند المايسترو الشرقاني قلت له غنغيروا البرنامج، وغيرنا التوزيعات ديال البرنامج، والجمهور غنى معنا وكانت سهرة جميلة جدا. وطنجة بصفة عامة هي طنجة كل ما نجي نحس بالراحة وبالسكينة. جيت هذه آخر مرة، هذه شهرين جيت اليوم، والله ما عرفتها تغيرت ولات عروسة بصح، ولات من أجمل إن لم تكن أجمل مدينة في المغرب، وأتمنى أن تحدو باقي المدن حدوها، ولات جنة كتحمق. الله يحفظها ويحفظ لها ناس ويحفظنا المغرب ديالنا، وشكرا. طريق الزاوية أوزنا يا العالية، يا شريفة حنطيفة حامك مولانا أجل الحي جمهور اسمعك.